شوية يا جماعة. في حد واخد يورولوجي؟ حد ناوي ياخد يورولوجي؟ حد نفسه ياخد يورولوجي؟ طب حد مش عايز ياخد يورولوجي؟ طيب يا جماعة، اسمي محمد قدة، مدرس مساعد في جامعة عين شمس. هو النهاردة ايه مش اليورولوجي طبعا كله، هي بس جاست امبورتنت هينتس عن اليورولوجي، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت ما تشتغلش يورولوجي ولا حاجة، بس جالك عيان في الاستقبال قدرت تعالجه عالجه، ما عالجتوش ما تضروش، تمام؟ ضريته ما تبهدلوش، بهدلته ما تموتوش بالظبط. تمام؟ هي اليورولوجي يا جماعه ايه؟ من اول الكدني يوريتر بلادر يوريثرم. الجزء ده طبعا ايه لحد البلادر كده، ده كوما ما بين الميل والفيميل، تمام؟ بعد كده اليوريثرا والجينتال سيستم هي الحاجه اللي بتختلف ما بين الميل والفيميل. كل الجزء دوت من اول الكدني لحد الاخر كل ده يعتبر ايه؟ يورولوجي. يعني هنا عندنا الكدني يوريتر يوريثرا بلادر، كل الكلام ده بروستيت، كل ده تبع اليورولوجي. طبعا في حاجتين، هو الموضوع بينقسم لحاجتين. اول حاجه جزء الامرجنسي، الحاجات اللي هجي لك كطوارئ كامرجنسي، تمام؟ الحاجات دي هتبقى رينال بين، هيماتوريا، رينال تراكت انجري وتورشن. يعني هم دول مش يعني موست كومن امرجنسي، يعني هم مش دول بس طبعا الامرجنسي، لكن دول الموست كومن امرجنسي، تمام؟ الحاجه الثانيه طبعا في حاجه بقى ايه، هي مش امرجنسي اه بس هي كومن ديزيز، يعني ما حدش مش هيقابل عيان عنده حصوه، ما حدش مش هيقابل عيان عنده بي بي اتش، ما حدش مش هيقابل عيان عنده كانسر بروستيت، تمام؟ هو يمكن طبعا بالترتيب هما ستون ديزيز بي بي اتش كانسر بروست، بس الثلاثه ار كومن ديزيز. احنا هنبتدي بالكومن ديزيز لان دي الحاجه ايه مش هتاخد وقت وفي نفس الوقت هتاخد. الكومن ديزيز اليورولوسيزس اللي هو ايه؟ يورينري ستون. بغض النظر عن مكانها يورينري ستون في اي حته، هي يورينري ستون ليها انواع وليها اشكال، مش مهم الكلام دوت، لكن هي ممكن تيجي من اول الكدني او هي من الاخر كده، غالبا بدايتها بتبقى في الكدني. حتى لما بتيجي في اليوريتر غالبا بتبقى اتكونت في الكدني ونزلت على اليوريتر، تمام؟ اهي مثلا هنا اهي دي يوريتريك ستون في الابر يوريتر، دي يوريتريك ستون في اللور يوريتر. الجزء ده اللي هو اخر جزء واضيق جزء من الحالب يوريتريك ستون برضه. البرزنتيشن بتاعتها ايه؟ الموست كومن برزنتيشن طبعا هي البين، سواء البين ده جه كوليك او جه ده الايكنج بين، لكن هو الموست كومن برزنتيشن هي بين. ساعات في ناس بتبقى بتعمل سونار بالصدفه كده تلاقي عندها حصوه، دي حاجه مش مهمه، بتبقى غالبا 3 4 مللي. خدوا بالكم يا جماعه، احنا لحد 7 مللي ممكن ياخد ميديكال تريتمنت، يعني حصوات لحد 7 مللي ممكن ياخد ميديكال تريتمنت. اكتر من 7 مللي خصوصا لو في الحالب، الحالب مكان ضيق، يعني ممكن تبقى حصوه 3 سم في الكليه ومش عامله اعراض زي الاعراض اللي موجوده في الحالب، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي البين اللي موجود. ليه؟ لان الحالب ضيق، فالضيق بتاعه ده بيخلي ايه؟ بيخلي ان مجرد اي حاجه تسد وسدته هتعمل بقى بين في ايه؟ باك بريشر في الكدني وبين في الكدني، بغض بكل الكومبليكيشن بتاعته. طيب ايه اول انفستيجيشن؟ بصوا خدوا بالكم بقى، كل اليورينري تراكت، كل المسالك، اكتر انفستيجيشن لازم تعملها في الاول والموست امبورتنت انفستيجيشن هي السونار. بنضيف بس في البروستيت بنقول بيلفي ادومينال الالترا ساوند ويز بوست فويدنج ريزيدوال يورين. يبقى في كل اليورولوجي اهم حاجه تتعمل هي السونار. ليه؟ لان كوست وايز يعني هو تكلفته بسيطه وفي نفس الوقت سهل وافيلابل، مفيش مكان ما فيهوش سونار. بغض النظر بس عن حاجه واحده بس اللي هي الرينال تروما، بتبقى اهم حاجه بتتحول للسي تي. يبقى اهم حاجه هي السونار، ما عدا في الرينال تروما بيتحول الاهميه دي لايه؟ للسي تي، تمام؟ طيب نبتدي بقى بالستون. الستون قلنا هنعمل ايه؟ الترا ساوند، تمام؟ الالترا ساوند فيها ميزه انها بتشوف في حاجه يا جماعه اسمها راديو بيك ستونز، حاجه اسمها راديو لوسنت ستونز. راديو بيك وراديو لوسنت على اساس ايه؟ مش على اساس السونار، السونار بيشوفهم كلهم، هي على اساس البلين اليو تي اللي احنا بنعملها دي، الكي يو بي بتشوف ستونز وما بتشوفش ستونز. غالبا اللي بتتشاف بتبقى كالسيوم اوكزالات اللي هي الموست كومن ستون اللي احنا بنشوفها، اللي ما بتتشافش اللي هي اليوريك اسيد ستون. طيب اللي ما بتتشافش هنعمل لها ايه؟ احنا قلنا هنعمل سونار وهنعمل كي يو بي، الكي يو بي هيشوف لنا الراديو بيك. طيب الاي في تي بقى اللي هي الاي في يو اللي هي انترا فينوس يوروجرام، بنحقن صبغه، الصبغه برضو مش هتشوف الراديو لوسنت ستون لانها ايه؟ البلين دي عندنا حاجه راديو لوسنت، هي نفس الكي يو بي بس حقنا صبغه، لكن هتشوف الايفكت بتاع الستون. يعني ممكن ما تشوفش الحصوه نفسها تلم البلين بتاعها، لكن هتشوف ان في باك بريشر بعد كده في باقي الافلام. الحاجه بقى اللي بتشوف الراديو اوبيك والراديو لوسنت هي السي تي. دلوقتي في حاجه اسمها سمول كات سي تي اللي هي سبايرال سي تي، دي هتشوفها سواء كانت راديو اوبيك او راديو لوسنت. اتفقنا كده؟ يبقى اول حاجه هتعمل السونار والبلين ده في حالات الستون، ثاني حاجه هتتعمل الاي فيو لو احتاجناها او السي تي لو احتاجناها، تمام؟ هنا مثال اهو، دي راديو لوسنت راديو اوبيك ستون، ما دام باينه في البلين من غير صبغه يبقى راديو اوبيك ستون اللي هي البيضه اللي فوق دي. هنا بيوريك فيلم الاي في بي بعد ما حققنا الصبغه بتاعته، ماشي؟ ده السونار، السونار طبعا هيشوف اي ستون سواء كانت راديو اوبيك او راديو لوسنت. دي الكدني اهي، ودي الحصوه اللي موجوده في السونار. ده السي تي، ده هنا سي تي بصبغه ولا من غير صبغه؟ حد يعرف ده بصبغه ولا من غير صبغه؟ بصبغه؟ صبغه ولا من غير؟
طيب بصوا يا جماعه، هو كلام الاثنين كلامهم صح. ليه بقى؟ هو المفروض ان الصبغه ده اول فيلم خالص من افلام الصبغه، ان الصبغه دلوقتي اتحقنت لسه ما دخلتش جوه السيستم، يا دوب حصل لها ابتيك جوه النيفرونز لكن لسه ما دخلتش جوه البيليفيكاليسيال سيستم. اللي يلخبط الناس ايه؟ ان هنا عشان في باك بريشر جامد، فاه باين ان في شويه صبغه في الكدن، لكن هنا كل ده يورين مش واخد صبغه عشان الكدن دي اوبستراكتد. ده شكل الحصوه بقى، حصوه هنا هتبان، الحصوه دي هتبان بيضه سواء كنا بصبغه او من غير صبغه. يبقى احنا لما نيجي نعمل ستون ستون ديزيز مش باينه في البلين وعايزين نعمل لها سي تي، نعمله بصبغه ولا من غير صبغه؟ من غير، صح. ليه من غير؟ عشان الصبغه نفسها ما تلخبطنيش. الكدني دي لو مش اوبستراكتد هيبان ده ابيض، فلو ده ابيض والحصوه بيضه مش هيبانوا من بعض. يبقى احنا نعمل ويزاوت، عايزين ويز نعمله، لكن الغالب لازم يتعمل هو ويزاوت كونتراست. تمام كده؟ طبعا دي صوره ستون بس رير، يعني من تبقى الستون كبيره بالمنظر ده. دي ستون برضو هي قبل ما تتشال وبعد ما تتشالت سيرجيكال. تمام؟ طب المانجمنت، احنا قلنا حصوات اقل من 7 مللي ممكن نديها ميديكال تريتمنت، سبيشالي لو مش عامله باك بريشر في الكدني، خصوصا لو مش سادة الكليه. تمام؟ يبقى هنديها ميديكال تريتمنت. طيب هو اول حاجه طبعا هو العيان جاي بفين، اهم حاجه بالنسبه له ان يضيع الفين دوت. بصوا هي اكتر حاجه بتضيع الفين انك تدي حقنه فولترين وحقنه باسكوبان على بعض. ليه؟ سبب الفين هو حاجتين، بين نتيجه ديستنشن للكبسوله في باك بريشر وبين نتيجه الاسبازم اللي بيحصل حوالين الحصوه. يبقى انا هدي انالجيسك وهدي انتي سبازموتك، يبقى في الحل يبقى كده ضيعنا الفين بسببين بحاجتين. طبعا لو سيفير ممكن ندي بيسيدين او حاجه. خدوا بالكم من حاجه الله يكرمكم، محدش يقول للعيان اشرب ميه كتير وهو وقت الوجع. يشرب ميه كتير عشان يعدي الحصوه وهو بياخد ميديكال تريتمنت. وقت الوجع نفسه مش زي ما الناس بتقول، محدش يقول له اشرب ميه كتير عشان الحصوه تعدي، هو الحصوه تفترض انها في الحالة سد اليوريتر وانت قاعد تشربه ميه، الميه بتملى الكليه والكليه مسدوده، هيحصل ايه؟ الفين هيزيد، هيفضل يزيد يزيد يزيد، يبقى انت بتعذبه. دي اللي قلنا ايه؟ ما تبهدلوش. تمام؟ طيب المانجمنت بقى، لو هو فعلا عنده حصوه هنعمل لها مانجمنت بقى، خلاص هي اكبر من 7 مللي او سد او عامله لنا مشاكل. الحصوه دي هنعمل لها ايه؟ يا اما بنفتتها، حاجه اسمها ازول، ده جهاز كده زي السونار بينام عليه اللي هو دوت، العيان بينام كده وبيركب راس كده، الراس دي بتعمل تدي ريز كده، الريز دي طالعه من الجهاز كده، الريز بتجمع في اخرها خالص على الحصوه، يعني بتبقى اكتر بوينت الريز دي متركزه فيها هي الحصوه فبتكسرها. عشان كده مثلا يقول لك ايه يعني ليه ما بتضرش باقي الكليه؟ هي ما بتضرش باقي الكليه عشان خاطر ان الحصوه اهي هي بتركز الفوكس بتاعت الريز كلها، اللي بتجمع فيها كل السترينت بتاع الريز بيتركز على الحصوه. بس رغم كده لو عيان عنده بليدنج تندنسي ما بنعملوش اذن. تمام؟ ايه طريقه ثانيه؟ في طريقه طبعا مشهوره ان انا افتح بجراحه واشيل الحصوه. طيب هل دي بدات تقل؟ اه بدات تقل جدا، دلوقتي نادر جدا لما حد بيعمل سيرجري عشان يشيل ستون، لان ظهر حاجات ثانيه بيتشال بيها الستون من غير سيرجري. يعني بتعمل فتحه صغيره خالص على الجلد كده وتدخل بمنظار تكسر الحصوه وتشيلها، تكسر حتت وتشيلها. اللي هو زي كده مثلا اهو. هو العيان نايم، هو داخل بالمنظار من فتحه صغيره، دي الفتحه بعد العمليه على فكره. هي حصوه بتبقى كبيره قوي، هو بيعمل فتحه على الجلد صغيره ويعمل لها تراك كده ويدخل بالمنظار. المنظار ده ليه حاجات ان هو بيقعد يكسر ويشيل، تمام؟ والحاجه دي هي منتشره، دي مش حاجه رير، يعني هو ده اللي بيتعمل دلوقتي، اللي هو هي ستون كدني ايفن حتى لو كبيره بيتعمل لها ايه؟ بيتعمل لها ديزنتجريشن وتشيل الريزيدوال اللي بتتبقى دي. وده شكل بقول لكم ده الجرح اللي بيبقى موجود بوست اوبرتيف اهو، الحته الصغيره دي كده. طبعا لو الستون في اليوريتر ممكن من النورمال باس واي من تحت، تمام، تدخل باليوريتروسكوب وتدخل هنا برضو بتكسر الحصوه وتشيلها. اي مثلا ده فليكسبل يوريتروسكوبي اهو، دخلنا بيه ودي الحصوه بتكسرها، بتكسر بقى بحاجات كتير، بليزر وحاجات كده، المهم بتكسر وبتتشال. اخر حاجه لو هي ستون بلادر مثلا، دي من اقرب الحاجات، دي قريبه قوي لتحت، فبرضو المنظار بيدخل بيكسرها ويشيلها. ميزه المناظير ايرلي ريكومبنسي، مفيش بوست اوبرتيف بين، مفيش جرح، ممكن يرجع شغله بسرعه، بيخرج من المستشفى على طول، حاجات دي. طيب تاني كومن ديزيز قلنا عليه ايه؟ البي بي اتش. طبعا البروستاتا زي الشعر الابيض، بي بي اتش ايكوال ان هو العيان بيكبر البروستاتا بتكبر. الفرق بس في ايه؟ ان مش كل العيانين اللي بتكبر البروستات سايز بتاعهم بيحتاجوا تريتمنت. يعني البروستات لما بتكبر ممكن تسد اليوريثرا او ما تسدهاش، يعني هي كده كده بتكبر فوق 45 سنه، كده كده البروستات بتكبر، يا اما تسد مجرى البول يا اما ما تسدوش. تمام؟ سدته يتعمل لها علاج، لكن ما سدتوش خلاص. هي البي بي اتش قلنا انكريز ان سايز اوف ذا بروستيت جلاند فيري كومن طبعا، وان يوجوال بيفور ايدج اوف 45، يعني هو غالبا بيحصل بعد ال 45. طبعا الاكزامينيشن بتاعها، فاكرين المنظر ده في الكليه طبعا،
الاكزامينشن بتاعها الديجيتال ريكتال اكزامينشن. تمام. وطبعا الديجيتال ريكتال اكزامينشن في ميزه ان هو بيبين لنا كل حاجه تقريبا، بيبين لنا لان المكان البروستيت قريب لل، بيبين اذا كان حجمها كبر، بيبين اذا كان فيها جزء هارد معناها ان في بوسيبيليتي اوف مالجنسي. بنعمل ايه لعيان البروستيت؟ لابوراتوري انفستيجيشنز الاول، بنعمل يورين اناليسيس عشان نشوف في انفكشن ولا لا، بنعمل كرياتينين. اهم حاجه بقى في البروستيت يا جماعه البي اس اي، بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. تمام. البي اس اي اللي هو بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين هو سنسيف بس نوت از سبيسيفيك از اذرز. يعني هو ايه؟ هو النص سنسيف. يعني العيان دوت لو قلنا الـ هو الرقم بتاعه طبعا لازم تبقوا عارفينه، سيبكم من ده، ده بيقول لك ان مع الايدج البي اس اي بيتغير. اهم رقم نعرفه اقل من 4 بي بي اتش، يعني بيناين بروستاتيك هايبرفليزيا، العيان هيعمل بي اس اي، هيلاقي البي اس اي بتاعه ليس ذان 4. دي الحاجات المهمه، ان يبقى اقل من 4. تمام. اقل من 4 تبقى حاجه، تبقى يبقى بيناين. تمام. يبقى موستلي بيناين. طب ايه الديفرنشال دايجنوزيس؟ ايه الحاجات اللي ممكن تكبر البروستات؟ كارسينوما. ايه الحاجات اللي ممكن تعلي البي اس اي؟ بلادر كالكولاي، بلادر تيومر، يورينري تراكت انفكشن، ديتروزر ماسل ويكنس، كرونيك بروستايتس. عشان الحاجات دي احنا بنقول ان هو مش سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك يا جماعه؟ سبيسيفيك يعني ما يعلاش. عارفين جود نيجاتيف، جود بوزيتيف وجود نيجاتيف؟ سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني جود بوزيتيف يعني ايه؟ يعني هو ما بيعلاش غير في حالات البي بي اتش، ودي حاجه مش صحيحه، هو ممكن يعلى في حاجات ثانيه. لكن سنسيتيف معناها ايه؟ ان هو جود نيجاتيف، يعني انا وانس لقيته نيجاتيف يبقى العيان ده مش كانسر بروستيت، يبقى العيان ده ما عندوش كانسر بروستيت. تمام. يبقى اهم انفستيجيشن بتتعمل في حالات البروستيت، شفت عيان بيشتكي من اوبستراكتيف سيمتوم سنه فوق ال 45 سنه، اطلب له بي اس اي. وخدوا بالكم كمان اهميه البي اس اي ان ممكن يديتكت حاجات ايرلي يعني. صار. يلا ايه الانفستيجيشن بقى الاشعه اللي نعملها لعيان البروستيت؟ مش هعدي على فكره هي ايه، احنا قلناها ايه الانفستيجيشن لازم تتعمل. قلنا في كل اليورولوجي في انفستيجيشن واحده لازم تتعمل، ايه هي؟ الترا ساوند. تمام. السونار هو اول انفستيجيشن بتتعمل لكل حالات اليورولوجي ما عدا رينال تروما. طبعا ميديكال تريتمنت عارفين الفا بلوكرز، عيان البروستيت بياخد الفا بلوكرز. زمان كانت مشكله الالفا بلوكرز ان بيقول لك بتوطي الضغط وكلام كده، دلوقتي قصه الضغط دي الناس تغلبت عليها، بقى في حاجات سنسيتيف ما بتاثرش غير على البروستات. يبقى هو ستيل هما بياخدوا الفا بلوكر زي ما احنا عارفين طول عمرنا، بس الفرق ان دلوقتي النيو جينيريشنز اللي طالعه ما بتاثرش على الضغط. بس طب بنعمل لها ميديكال تريتمنت، بنعمل لها سيرجيكال تريتمنت ازاي؟ احنا قلنا بصوا يا جماعه دي البروست، هي لما بتكبر بتكبر لبره كده، لو كبرت لبره وما سدتليش اليوريثرا في حاله زي كده انا غالبا هو مش هيشتكي من سيمتومز. مش اي عيان يكبر عنده البروستاتا يتعمل له مانجمنت، لا لازم تكبر تسد اليوريثرا. يعني شايفين هنا المنظر ده، المنظر اللي هو هيلي الدنيا فاتحه شويه، شايفين هنا المنظر، شايفين اللوبس بتاعت اليوريثرا، ده اليوريثرا هي العاديه اللي هي البايه اللي بره دي، بصوا هنا سدت ازاي، كبرت لجوه فسدت مجرى البول. فحاجه زي كده بتدخل برده، ممكن يتعمل لها طبعا اوبن سيرجري، بس ده برده بدا يقل قوي دلوقتي، بقت تتعمل بالمنظار، بيدخل المنظار كده من اليوريثرا عادي. تمام. ويشيل الايه؟ شيبس من البروستات لحد ما يوسع لنفسه ايه؟ طريق كده. طبعا هتلاقوا معظم العينين هنا كلهم ميد، ليه يا جماعه؟ كويس. طيب يبقى قلنا السيرجيكال مانجمنت تشويس اوف سيرجيكال تريتمنت، يا اما تي او ار تي اللي هي ترانس يوريثرا ريسكشن اوف بروست، يا اما اوبن بروستاتكتومي لو كبيره قوي بصراحه، يعني باقيه في الاوبن بروستاتكتومي لو هي هيوج بتتعمل بالاوبن، لكن اذر وايز بتتعمل بالمنظار. بصوا اهو مثلا ده شكل كده، لو مش عارف الصوره باينه عندكم ولا لا، ده المنظار جوه اهو بيشيل شيبس من البروستات، حد شايفها؟ هو كده بيشيل شيبس يوسع لنفسه طريق اهو، هو كده يعني هو جت المنظار شكل اللوب دوت بكرنت بيمشي فيه، يقوم شايل شيبس من البروستاتا يقوم موسع لنفسه طريق، لان هي البروستاتا سادة زي ما شفناها في الصوره اللي فاتت. طيب ممكن ازاي الشاورما؟ تشبيه جامد. طيب لو حصل بليدنج من الشاورما يا جماعه هو بيضطر يكوي. تمام. اهو بص هو كده حصل بليدنج، فهو اهو هو ده ده كتري بقى، هو ليه بيفانكشن؟ هو كتري كده اهو، جاست اهو هو كده كوى مكان الكتري، مكان البليدنج اللي ظهر منه، فالعين بيخرج غالبا كلير، مفيش بليدنج ولا اي حاجه. طبعا برضو نفس مميزات المنظار اللي هو ايه، اللي هو ان مفيش بليد، مفيش البوست اوبرت سبين قليل، مفيش ووند، مفيش ووند. دي خصوصا في عينين الدايابيتك، لو حد عارف طبعا عينين الدايابيتس الووند هيلينج بتاعهم سيء جدا، فمفيش ووند دي بتبقى مهمه قوي في عينين الدايابيتس. طبعا دلوقتي بتتعمل بطرق ثانيه كتير منها الليزر وحاجات ثانيه. الكانسر بروستيت، كانسر بروستيت حاجه مهمه جدا وهي كومن، هي بره مور كومن جدا عننا لسببين. اول حاجه السيرفرنس بروجرام، هم عندهم كل العيانين اللي فوق 50
لازم تعمل فيه سي كل سنه، فبيديتكت اعداد اكتر من ان احنا بنديتكت. احنا بنديتكت لما العين يشتكي يبقى خلاص هيتجنن يعني، ده رقم واحد. رقم اتنين، هم كمان الانسيدنس عندهم اعلى، لكن رغم كده البروستات كانسر دي حاجه موجوده عندنا في مصر كتير. الديفرنشال بتاعها بيناين بروستاتيك هايبرتروفي، بروستاتايتس، بلادر تيومرز. طيب ايه الحاجتين المشتركين بين البلادر تيومرز اللي ممكن يحصلوا بينهم وبين الكانسر بروستات؟ الاثنين بيعملوا هيماتوريا. طيب البي اس احنا قلنا البي اس اقل من 4 يبقى موستلي بيناين، تمام؟ من 4 لـ10 حاجه اسمها جراي زون، بنعمل انفستيجيشن ثانيه. اكتر من 10 بنسسبكت مالجنسي، هي دي اهم معلومه تعرفوها، ان اكتر من 10 بنسسبكت ان في مالجنسي، اقل من 4 موستلي بيناين، تمام كده؟ التريتمنت طبعا لوكال سيرجري، لوكال ديزيز بيتعمل له سيرجري او ريديو سيرجري. يعني ايه لوكال ديزيز؟ يعني ما خرجش من البروستات، يعني هو كانسر بروستات لسه موجود في البروستات، يعني احنا اكتشفناه بدري. دول اللي غالبا العيانين اللي هما بيبقوا بيعملوا سيرفرنس بالصدفه كده، يقول لك سنه فوق الـ50 ورايح يعمل سيرفرنس، عمل انفستيجيشنز كتير طلع منها البي اس اي عالي، عمل خد علاج طلع ان قصدي عمل بي اس اي، خد بايوبسي، بعد ما بنلاقي بي اس اي عالي بناخد بايوبسي. طب ليه بناخد بايوبسي؟ ليه لقينا البي اس اي اكتر من 10 ما نقولش ان هو مالجننت وخلاص؟ بالظبط، عشان في حاجات ثانيه بتعلي البي اس اي. مش احنا اتفقنا ان البي اس اي مش جود بوزيتيف هو جود نيجاتيف؟ يعني اقل من 4 هنقول غالبا ده بيناين، لكن اكتر من 10 بناخد بايوبسي بنقول ان هو مي بي مالجننت. طب ناخد بايوبسي نعرف منها اذا كان مالجننت ولا لا. طيب طلع الورم دوت، التيومر دوت ما انتشرش. على فكره خدوا بالكم الكانسر بروست احنا بنسميه الورم الحميد الخبيث الحميد. يعني ايه؟ يعني هو هو فيري سلولي بروجريسنج، ليه علاجات الحمد لله، حتى ايفن لو متاستاتيك بياخد هرمونال ثيرابي وبيستجيب ليها كويس. طب لو مش متاستاتيك احسن حاجه اننا نشيله او نحرقه في مكانه، تمام؟ هو لسه في البروستات، يا اما نشيله في سيرجري اللي هي الراديكال بروستاتكتومي سواء كانت اوبن او لابروسكوبيك او روبوتيك اي حاجه، يا اما نحرقه في مكانه بالراديو ثيرابي. والاثنين از افيشنت از بعض، عشان ما حدش يقول انهي احسن، الاثنين زي بعض تقريبا. يا اما بقى لا قدر الله لو متاستاتيك نعمل هرمونال ثيرابي او كيمو ثيرابي او بالياتيف راديو ثيرابي في اماكن المتاستاز بتاعته. طبعا هو انتوا عارفين السيرجري بتتعمل ازاي يا جماعه، يا اما اوبن سيرجري بيفتح ويشيل البروستات، يا اما بتتعمل لابروسكوبيك. الخمسه بورسس دول بيدخل منهم بانسترومنت من هنا للانسترومنت دي ويشيل البروستات، هي دي عمليه رياضه البروستاتيكتوم كده، البورس بيشغلها كده والبروستات هنا بيدخل يشيلها. يا اما دلوقتي ريسنتلي دي ما حدش يتخيل ان ده فضاء، يعني هو ريسنتلي ده اللي بيحصل بره على طول على فكره، اللي هو ايه؟ اللي هو الروبوتك. روبوتك يعني ايه؟ يعني الجراح قاعد في حته ثانيه غير العمليه خالص، شايفين الجراح ده؟ ده مش متعقم، ده قاعد بره اوضه العمليات خالص، تمام؟ والانسترومنت دي متوصله بالروبوت ده، هو حاطط ايده جوه حاجه زي جوانتي كده بيحرك ايده، تمام؟ انتوا الكلام ده هتسمعوه كتير. ليه بقى؟ للاسف لان النت دلوقتي خلت اي حد يجي له كانسر بروستات يقوم داخل على النت كاتب ايه الايديال تريتمنت فور كانسر بروستات، يطلع له روبوتك راديكال بروستاتكتومي، يروح للدكتور بتاعه يقول له عايز اعمل روبوتك راديكال بروستاتكتومي، يقول له ما عندناش روبوت في مصر، تمام؟ اللي في مصر دلوقتي الماكسيمم في روبوت واحد اشتراه معهد الاورام، ثمن الروبوت ده 14 مليون اصلا لوحده، ثمنه كده بلانك. هو واحد بس اشتراه معهد الاورام، تمام؟ دلوقتي احنا عندنا الروبوت ده راجل قاعد بره وبيعمل عمليه، هم ليه اساسا حد يعرف هم ليه اساسا فكروا في الروبوت دوت؟ هم فكروا فيه لسبب غريب جدا، ان هم العساكر بتوعهم بيحاربوا في كل حته في العالم، تمام؟ فعايزين الجراح اللي قاعد في امريكا يعمل العمليه للعيان اللي مثلا في العراق ربنا يتم منهم او في المانيا او في اي حته ثانيه، تمام؟ يبقى الجراح قاعد في حته، بدل ما تكلفه ان الجراح يقعد يتنطط بين الاماكن دي كلها او تكلفه ان العيان يجي، هم عايزين يعملوا عمليات كده. فبداوا يعني اول ما بدا المشروع ده كان مشروع حربي اصلا، وبعدين اتطور بالمنظر ده. بره ما بيعملوش راديكال بروستاتكتوم غير كده، والراديكال بروستاتكتوم دي اكتر عمليه شائعه بره، ما بتتعملش غير كده اصلا. طيب نبتدي بقى الحاجات، احنا قلنا حاجات امرجنسي وحاجات، ده الجزء الصغير بقى اللي هي الحاجات الايه الامرجنسي شويه. الامرجنسي زي رينال بين احنا اتكلمنا عليه من شويه، ايه الموست كومن كوز اوف رينال بين؟ ستون ديزيز بالظبط، تمام؟ شكل البين بيبقى ده الايكنج او كولوكي. ده خدوا بالكم يا جماعه في حاجه اسمها ان البين بيسمع، عارفين قصه يسمع دي؟ زي ده كده. البين بيبقى مكانه في اللاين ورا، تمام؟ ده لورا، ده في اللاين من ورا. بيسمع في اللاين ده كله لحد قدام، كل اللاين ده انتيريورلي كده، والجزء اللي ورا ده كل ده بيسمع تسميع، يقول لك هو عندي الوجع. ممكن يجي يقول لك ان الوجع في مكان ازاي ده؟ بتحصل جدا. ده طريقه الاكزامينيشن بتاعته. طيب احنا قلنا الايه الديفرنشال بتاع الرينال بين، احد الحاجات اللي المفروض بس تبقوا عارفينها الزايده، ان الزايده احد الحاجات اللي هي ديفرنشال دايجنوزس مع الرينال بين، تمام؟ بنفرق بينهم ازاي؟ سي بي سي وسونار هو الاهم. السي بي سي ولا السونار؟ انت عارفين السي بي سي ما بتشخصش زايده قوي، لكن السونار بيكسكلود ان في رينال كوز،
السونار والرينال انالسيس بيكسكلود ان انا عندي رينال كوز، فبالتالي بعرف انها ايه باي اكسكلوجن هي ازاي. ثاني حاجه الهيماتوريا. الهيماتوريا يعني ايه؟ يعني بلاد في اليورين. مي اوريجينيت فروم ذا كيدني، نيفروجينيك كوز او يورولوجيكال كوز. ايه الاسباب اللي بتعمل هيماتوريا كتير؟ كل الحاجات اللي في اليورينال تراكت غالبا بتعمل هيماتوريا. كل التيومرز، كل الانفكشن، كل الكالكولاي، البي بي اتش، الكانسر بروستيت، اليوريثرايت، اي حاجه في اليورينال تراكت ممكن تعمل هيماتوريا. طيب هي بس في نقطه، هو دايما ايه التفكير بتاعكم خلوه ازاي؟ ان انا يعني عندي اي حاجه فيها دم في اي حته في الجسم على فكره. هو التفكير دلوقتي حتى لو لاحظت، لو حد داخل زماله ولا حاجه هيلاقي اسئله الزماله كلها ان هو بيحط لك دم عشان تكسبلود مالجنسي، يعني يقول لك مثلا انا عندي هيماتوريا، ايه اول انفستيجيشن تعملها؟ هو هتلاقيه حاطط لك انفستيجيشنز هو عايزك تختار اللي بتكسكلود بيها الحاجه المالجنس. الكلام ده في اي حته، ابستاكسز، بليدنج في الريكتم، اي حاجه هو هدفه ان تكسكلود الحاجه اللي هي الايه؟ اللي هي اكثر حاجه مهمه. ديفرنشال دايجنوستيك ايه ده بقى؟ ايه الفرق بينه وبين السلايد اللي فاتت؟ هي دي مش اسباب الهيماتوريا، لا دي حاجات بتغمق لون اليورين فتخلينا نظن ان في هيماتوريا. زي ايه؟ زي الفود. انتوا عارفين ايه الاكله اللي بتعمل البنجر؟ بالظبط البنجر. ادويه زي الريفامبيسين، بورفيريا، بليروبينوريا، مايجلوبينوريا اللي هي بتاعت كراس سندروم. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي بنعملها؟ اهم انفستيجيشن يا جماعه، اهم انفستيجيشن البلدي ابدومينال الترا ساوند، اسهل انفستيجيشن واكثر انفستيجيشن بتشخص كل حاجه تقريبا. اتفقنا؟ بعد كده ممكن منظر. هي النقطة ايه بقى؟ مش هيدخلك عيان عنده هيماتوريا تقوم عامل له سونار وبلين وسيستوسكوبي وانترافينا سيروجرافي ورينال انجيو وسي تي، لا هي النقطة ان انت بتعمل حاجة، ما شخصتش تعمل اللي بعديها، ما شخصتش تعمل اللي بعديها وهكذا. مش هو يدخل تقول له خلاص هي 1 2 3 4 5 تقوم رميل بتاع الأشعة يقعد يشعشع فيه لحد ما يبان له سبب، لا هو انت بتعمل الأولى اللي هي أسهل واحدة اللي هي السونار، بلين، منظار، أي بي، أي بي بي، كل الحاجات دي. طبعا ايرجنت ريفيرال للنيورولوجيست على حسب العيان فايتال ستيبل ولا لا، زي اي عيان بليدنج هتشوفه فايتال ستيبل ولا لا. تريتمنت اكوردنج تو ذا كوز، يعني ما ينفعش حد يقول ايه علاج الهيماتوريا، اكوردنج تو ذا كوز اوف هيماتوريا. اتفقنا؟ طبعا جينيتو يورين تروما ده موضوع برضو كبير، بس هو اهميته في حاجه ان هو طبعا جينيتو يورين تروما ممكن تحصل لاي حاجه. احنا هنقول بس كلمه عن كل حاجه. عيان جاي بجينيتو يورين تروما، لو العيان ده عنده بليدنج بير يوريثرا، تمام؟ عنده بليدنج بير يوريثرا، اهم حاجه نعملها ايه؟ العيان جاي ببليدنج بيريو ريسترا طبعا غالبا بيبقى ميل، تمام، اللي هو يقول لك فولينج استرايد. في حاجات كده مشهوره يقول لك وقع على حاجه حاده او كان سايق العجله. خدوا بالكم من النقطه دي، كان سايق العجله، حد كان بيسوق عجل؟ اكيد كان سايق العجله وبعدين خبط في حاجه، تمام؟ فبعد ما خبط في حاجه راح هو واقع على العمود بتاع العجله، اي كلام كده، بس هو ده اللي بيحصل غالبا يعني، تمام؟ العيان ده اهم حاجه فيه ايه؟ ايه الحاجه اللي تشخصه؟ اللي بيشخصه فيلم اسمه فيلم الاسندنج، اسندنج يوريثروجرام، ما تركبلوش يوريثرال كاستر، دي اهم حاجه، ما تركبلوش يوريثرال كاستر، لو في بارشال تير يبقى تسلم ايدك، انت حولت بارشال تير لكمبليت تير، تمام؟ بارشال تير علاجه كونزرفاتيف، كومبليت تير علاجه عمليه، يبقى ما نركبلوش يوريثرال كاستر، عيان جاي ببليدنج في اليوريثرا، نعمل له فيلم اسندنج فيلم طبعا ما نركبلوش يوريثرال كاستر، ده اليوريثرال انجري، بلادر انجري. بلادر انجري زي ما احنا اليوريثرا بنعرفها ازاي؟ اول حاجه بنعملها ايه؟ سونار او سي تي بيبان فيها، بنعمل له فيلم سيستوجرام، بنحقنه صبغه، الصبغه بتملى المثانه يبان لنا الانجري، تمام؟ طب كدني، الكدني احنا قلنا اهم انفستيجيشن في حالات الرينال تروما ايه؟ سي تي بالظبط. السي تي فيه ميزه كمان انه هيبين باقي الايه؟ باقي الاورجنز اللي افكتد في ال يبقى نو فولي كاستر اف يو سسبكت يوريثرال تروما جروس هيماتوريا او مايكروسكوبيك هيماتوريا ومعاها شوك غالبا هتبقى جينيتو يورينري تروما، يعني هيماتوريا والعيان بيحصل له شوك يبقى غالبا الكوز هيبقى ايه؟ هيماتوريا. طبعا البلفيك فراكشر ممكن يحصل معاه يوريثرال انجري. طب العيان عنده يوريثرال انجري وواحد ركب له قسطره، تمام، في مكان ما، تمام، واحنا عارفين ان العيان مش المفروض يركب له يوريثرا، جالنا بالقسطره نعمل ايه؟ نشيلها ولا نسيبها؟ طب اللي عايز نسيبها يقول، طب اللي عايز نشيلها الباقيين صح؟ هو بصراحة يا جماعة نسيبها، طب الراجل حظه كويس وركب له القسطرة وما حولوش البارشال تير لكمبليت تير، أو ما أنا شايلها عشان أحوله البارشال تير لكمبليت تير، لا بنعمل أسندنج بس من حوالين اليوريثرال كاستر، يعني بتحقن الصبغة اللي إحنا بنحقنها دي من حوالين اليوريثرا، قد يكون محظوظ وركب، لو أنا بحقن الصبغة بقى لقيت القسطرة مبهدلاة عاملة حاجة غلط ولا حاجة ممكن أشيلها. طبعا بيدياتريكس الهيماتوريا امبورتنت، هو هنا سيبكم القصه الطويله دي، هو عايز يفهمنا بس حاجه ان العيان لو ستيبل غالبا هنمشي كونزرفاتيف، العيان لو بيديتيريوريت غالبا هنعمل له اكسبلوريشن، تمام؟ يعني عيان حتى لو رينال تروما حوالين الكدني والسي تي باين لي هيماتوما صغيره حوالين الكدني،
عيان ستيبل الايم بتاعنا بيبقى اننا نمشي كونزرفاتيف. طب العيان البليدنج قاعد يزيد والهيماتوريا والبتاع ده هيماتوريا مستمره والكلام دوت نعمل له اكسبلوريشن. طيب البيدياتريكس ما فيهاش حاجات كتير مهمه، فيها بس اكتر حاجه مهمه اللي هي ايه، حاجه اسمها اكيوت سكروتن في التشيلدرن. اكتر حاجه كومن بتعمل اكيوت سكروتن في التشيلدرن اللي هي التورشن. ازاي ايه الانفستيجيشن اللي بنعملها عشان نفرق التورشن من اي كوز ثاني عامل اكيوت سكروتن اللي هو زي ايبيديدم اورتايتس مثلا. دوبلكس بالظبط، الدوبلكس هيبين لنا في دم رايح للتستس دي ولا لا. التورشن عباره عن ايه، ان التستس لفت فقفلت الكورد اللي جايب لها البلاد سبلاي. هنعمل انفستيجيشن ايه، هنعمل دوبلكس، لقينا في بلاد سبلاي رايح يبقى دي مستحيل تبقى تورشن، ما بقتش ايمرجنسي خلاص. لقينا البلاد سبلاي قليل يبقى في حاله زي كده ايه، تبقى دي تورشن، لازم اكسبلوريشن عشان نعمل دي تورشن. ليه الاكسبلوريشن ده؟ لازم يتعمل من 4 لـ 6 ساعات بعد التورشن، من 4 لـ 6 ساعات. بعد كده بتبقى غالبا حصل دامج للتست. تمام، ممكن نعمل اكسبلوريشن بعديها لو بعد ما يعني انت هو جالك بعد 7 ساعات مثلا ومفيش بلاد رايح للتست، بتعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن. لقيت لا قدر الله او اكتر من 7 ساعات لقيت التست دي بايظ يعني مش هيلثي، بتعمل لها اوركيستو. لقيتها هيلثي بتسيبها، ما يمكن تتحسن. تمام، الهايبوسبيديس انا مش عايز منكم غير معلومه واحده بس، هايبوسبيديس يعني ايه؟ يعني ابنورمال ميتال سايز موجود على الدورسم على الفنترال قصدي بتاع البينس. يعني اي مكان من دول لو في الميتال اوبننج اللي فوق دي المفروض تبقى هنا، هي المفروض تبقى هنا فوق، لو في اي حته يبقى اسمها هايبوسبيديس. المعلومه الوحيده اللي انا عايز لا ثاني، الهايبوسبيديس دايجنوزد ات فيرست اون اكزامينشن فور سكين بيبقى انكمبليت، وساعات في مايلد كيسز اوف هايبوسبيديس مي بي نوت دايجنوزد انليس سيركمسايز. ايه اهم حاجه نعرفها لما نشوف عيان سيركمسيجن؟ عيان انا هايبوسبيديس ما نعملوش سيركمسيجن ليه؟ طيب حد عارف؟ بالظبط، عشان بنستخدم السكين بتاع البريبيوس في اصلاح الايه؟ The circumcision is contraindicated as a deficient urethra is substituted using local tissue from the foreskin. Thank you.